الجانب الثاني وهو استقرار المخرجات للعميل. احنا قلنا الاول استقرار الخدمة المقدمة، والان استقرار مخرجات العميل واللي هي متمثلة في المنتج. تمام؟ المنتج لما يكون متغير هذا شيء يربك العميل ويربك السوق ويجعل العلاقة ما بين المؤسسة وما بين الشريحة والشارع علاقة متجددة، وهذا شيء غير صحي في التجارة بشكل عام. تمام؟ لو جينا مثلا السوق حاليا في المجال الغذائي فلنفرض، فلو جينا للاساسيات اللي هي الخبز معلوم المواصفات ومعلوم الحجم والمقاسات، واضح. المنتجات الغذائيه المقدمه سواء كانت اللي هي تعتبر تستخدم من الطباخين او هي منتج نهائي، سواء كان فكرة انه يكون في سندويشت، همبرجر، وزبة بيتزا. تمام؟ هذه منتجات ثابتة واضحة. تمام؟ التنافس يكون في الجودة والتحسينات، ولكن هذه منتجات خلاص ثابتة. تمام؟ عدم وجود استقرار في هذا الشيء، هذا يخلق نوع من المتاهة للعميل، لأن العميل لما هو يجي عندك هو مش عارف بالضبط هو ايش، هو عنده مشكلة ولكن ما عارف كيف يعالجها. تمام؟ فلابد العميل يكون عنده صورة واضحة بالضبط، زي ما هو مثلا الحين لو العميل هيروح لمطعم معين هو عارف الوجبة بالمواصفات بالطعم كل حاجة، عارف هو ايش راح ياخذ. تمام؟ في المجال التقني العميل يروح هو مش عارف ايش حياخذ، بس هو عارف ايش مشكلته، حتى مشكلته هذه ايش حلها مش عارف. تمام؟ فما في الوضوح. طيب هل المشكلة هذه الآن اللي هو عدم الاستقرار خدمة وعدم الاستقرار في المخرج، هل هي مشكلة الشخص الفني اللي هو يتعلم كيف يبرمج؟ لا. هل هي مشكلة صاحب المؤسسة اللي هو قرر هو يستثمر في المجال هذا؟ قد هو له مسؤولية أعلى من الموظف، قد يكون له مسؤولية أعلى من الموظف، ولكن المفترض السؤال هو اللي يطرح، ولكن بالطبع الإجابة نهي عنده.